أخي في الله، أمور الدنيا سهلة، الأهم أمور الآخرة، أما أمور الدنيا كلها سهلة. وفي الدعاء المأثور: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. إذا بحثت عن الوظيفة ولم تجدها، إذا بحثت عن الزوجة ولم تجدها، إذا بحثت عن السيارة، عن الأمور الدنيا، لا تجعلها أكبر همك، ولا تقل ضاقت علي. بعضهم يقول: والله ما أعرف كيف أصلي. لا تجعل هذا الهم غاية وهدفا وتصبح تدور حول هذا الهدف. بعض طلبة العلم ينتصب للعلم ويفتح الله عليه في العلم، وبعض الأخيار يفتح الله عليه في العبادة وفي الذكر وفي الشكر، فيبتليه الله بحاجة دنيوية فيقيم الدنيا ويقعدها من أجل هذه الحاجة الدنيوية. وهذا من كيد الشيطان بالإنسان، فليحذر المؤمن الموفق. ضع الآخرة أكبر همك وغاية رغبتك وسؤلك. ليس معنى هذا أن نترك مصالح الدنيا، نحن نقول لا تجعلها أكبر الهم، لأن إبليس يتلاعب بالإنسان، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يفقد خشوع صلاته وحضور قلبه ويتشتت ذهنه من أجل حطام الدنيا أو من أجل مصالح الدنيا. إياك ثم إياك، إذا بذلت السبب وتعبت وعانيت فأحسن الظن بربك، لأن الله له حكم عظيمة في خلقه. من الناس من سهل الله عليه الدنيا فحمدها وشكرها وأحسن فيها وأطاع ربه واتقى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنهم من نكد الله عليه الدنيا فجعل نكدها راحة له في دينه وسعادة له في طاعته واستقامته. قل أن تجد بلاء يأتيك في الدنيا فتحتسبه إلا جعل الله لك به خير الدين والدنيا والآخرة. احتسب، لكن إياك أن تجعل للشيطان عليك سبيل. لا تضيق عليك الأرض بما رحبت إلا إذا ضاع عليك دينك. تضيق الأرض على ولي الله المؤمن بما رحبت إذا فاتته صلاة الفجر مع الجماعة. تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا فاته الصف الأول. تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا صلى وما خشع. تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا سجد لله سجدة فصرفه الشيطان عن ربه. تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى محروما أو منكوبا أو مهموما أو مغموما ولم يجد شيئا يواسيه به. تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى الطاعات والباقيات الصالحات يشمر لها المؤمنون والمؤمنات ويتنافس فيها المتنافسون من صيام وقيام، فيبكي بكاء الحزن والشجا والألم على فوات سعة الآخرة. هنا تضيق الأرض بما رحبت. الآخرة اجعلها أكبر همك ومبلغ علمك. تضيق عليك الأرض بما رحبت إذا فاتك شيء يقربك إلى الله. أما الدنيا وهمومها وغمومها وأكدارها وأشجانها وأحزانها فهي أحقر من أن تشغل ذهنك أو تصرفك عن ربك أو تفتنك في طاعتك وفي علمك وفي عملك. إياك أن يخدعك الشيطان. لا تضيق عليك الأرض مما رحبت بأمور من الفتن والملهيات والمغريات أبدا، بل عليك أن تكون قوي الشكيمة، صادق العزيمة، محسن الظن بالله. وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله لنا ولك وللمسلمين ولنا أجمعين ألا يصرفنا عن أمر إلا جعل ذلك الصرف خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا وعاجل أمورنا وآجلها. اللهم اخر لنا واختار لنا ورضنا بما اخترت لنا، وارزقنا إله الأولين والآخرين الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم اجعل أشجاننا وأحزاننا فيما يرضيك عنا. أخي في الله، أصدق مع الله فإن الله يصدق. وهذه قاعدة عامة: أسعد الناس في الدنيا من إذا بذل الأسباب لم يخب ظنه في رب الأرباب. كن مطمئنا بالله، إن الله يحب المؤمن القوي. ومن قوة الإيمان أن المؤمن لا تنكسر عزيمته في أمر الدنيا أبدا، تكون عزيمتك صادقة وظنك بالله حسن. يجري في قلب العبد أنه يحب ربه وأنه واثق بالله. ولربما سمع في ذكر
أو مجلس ذكر أو جمعة أو خطبة حسن الظن بالله، فأحب أن يكون محسن الظن بالله، فيسلط الله عليه بلاء يختبر فيه بحسن الظن بالله، فيبحث عن وظيفة فتؤخر عنه، يبحث عن ترقية فتؤخر عنه، يطلب أبواب الرزق فتقفل في وجهه، يبحث عن أسباب فتتعسر عليه، لكي يختبر فيما جرى في قلبه أنه يحسن الظن بالله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذه كلها امتحانات، ومن عاش في الدنيا يحس أنه يتقلب من امتحان إلى امتحان ومن بلاء إلى بلاء، عرف طريقه إلى الله جل جلاله وفقه وسدده. فكن على علم وبصيرة، تحفظ وتسدد وتعان.